مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لسه مستمر في فعالياته المميزة والمختلفة، يمكن من أهمها دايما إن احنا بنستهدف الحقيقة المهرجان كل الفئات والفئات العمرية وكمان الفئات الجنسية. يعني احنا بنتكلم على انه الشباب بيشاركوا هنا في مهرجان العالمين الجديدة وبيلعبوا كورة، لكن المميز كمان انه مهرجان العالمين عمل بطولة لكرة القدم النسائية. الحقيقة كرة القدم النسائية لاقت يعني اقبال كبير جدا، والحقيقة اتفاجئنا من وجود فئات عمرية كتير موجودة، ناس كتير اطفال وشباب وكمان الحقيقة سيدات كلهم بيشاركوا في بطولة كرة القدم النسائية في العالمين الجديدة. الحقيقة انه 12 فريق بيشاركوا على مدار يومين وهيكون في جوائز مالية للي هيكسب، لكن الحقيقه لما اتكلمنا كمان مع الناس شفنا ارائهم وشفنا كمان انفعالاتهم وشفنا قد ايه هم مبسوطين بالاجواء الخاصه بالعالمين الجديده وازاي حلو قوي ان هم يلعبوا كوره على الشط الحقيقه في العالمين الجديده. كمان شفنا طموحاتهم واحلامهم وليه بيلعبوا كوره ومين هم مثلهم الاعلى في كره القدم. تعالوا دلوقتي نعرف اكتر تفاصيل عن الكوره كره القدم النسائيه في مهرجان العالمين الجديده، وكمان ابطالها يا ترى احلامهم وطموحاتهم ايه ونفسهم يوصلوا لايه. يلا بينا. بناء على الاتفاق والعقد اللي ما بيني وما بين الشركة المتحدة ان احنا ننشئ ملاعب كرة القدم ونعمل احداث رياضية عليها مختلفة، فاحنا عندي فريق كبير تيم كتير ان احنا بنقدر نعمل احداث شبه يوميا، وفي الويك اند بنبقى عاملين حاجة كبيرة جدا نقدر نشتغل عليها. احنا عندنا عاملين اكتر من 11 حدث حتى الان، كل ويك اند بنعمل حدث كبير جدا. طبعا البنات او المرأة او السيدات دول جزء مهم جدا من الفكر بتاعنا كإدارة وكاستثمار رياضي وصناعة رياضية، ان ازاي ما يبقاش التوجه بشكل كبير على الشباب فقط لا غير. فاحنا حاطين في دماغنا مش كل فئات الشعب، ودي رسالة مهرجان العالمين. مهرجان العالمين عنده اكتر من رسالة، مش مجرد مهرجان وحفلات واحتفالات ورياضة فقط. احنا بنسلط الضوء على اشياء كتير جدا، منهم الصناعة المصرية، الصناعة الرياضية، يعني الملعب ده صناعة وطنية، صناعة مصرية. فكرة المهرجان فكرة جميلة، يعني ان انت تعمل بطولات بره حيز القاهرة، وفي اوقات كمان اللي هي اوقات الصيف بقى اللي هي مفيش مشاركة في الدوري، البنات يعني اللي هو الاوف سيزون زي ما بيقولوا، ففرصة كويسة ان هم يلعبوا وياخدوا خبرات، وكمان مع الخماسي غير الحداشرات كل دي خبرات بتزودهم، بتزود مهاراتهم، بتزود انتاجهم في الملعب، ففرصة كويسة طبعا. وطبعا مع الاجواء دي والبحر والهواء تغيير جديد وحلو، يعني مش البنات مش متعودين على الكلام ده. مهرجان العالمين والشركة المتحدة من اول يوم لمهرجان العالمين واحنا دايما بنلاقي دعم لكافة القطاعات، يعني مش بس للسيدات لكن لكل القطاعات المختلفة وكل الفئات المختلفة. فالنهاردة دوري أبطال الساحل للسيدات هو بيدعم الفكرة دي، وبيدعم فكرة ان احنا يبقى عندنا بطولة قوية جدا بيشارك فيها اكتر من 12 فريق للبنات. كنا عملنا نسخة قبل كده من دوري أبطال الساحل للرجال من اسبوعين بالظبط، وبرضو لقت صدى وتفاعل كبير جدا، والحمد لله البطولة النهاردة يمكن البنات مبسوطين جدا من التنظيم ومن الماتشات ومن الاجواء. وخلي بالك انه مفيش حد هيلاقي ملعب احسن من كده، وهيلاقي فيو احسن من كده وجو احسن من كده يلعب فيه كوره. احنا عرفنا البطوله دي كان الكابتن بتاعنا قال لنا عليها. انا الصراحه كنت جايه مش متوقعه ان الاجواء هتكون كده، بس بصراحه عجبتني قوي، ويعني عجبني مكان قوي. احنا الحمد لله كسبنا الماتشين سكور جامد، وعرفنا من البطوله من الكابتن بتاعنا، شفنا عليها بوست كتير على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا، وكان شكلها حاجه فن قوي وهتكون حاجه انترتيننج. والصراحه احنا لما جينا انبسطنا قوي، وكفريق حققنا اللي احنا عايزينه وان شاء الله نكسب البطوله. احب قوي البطولات اللي في الساحل عشان بغير جو وكده، وبرده ببقى مع صحابي، ففرصه اسافر مع صحابي واشوف اجواء تانية للكوره وكده، عشان في مصر مش بيبقى نفس الجو ومش على البحر مثلا، فبتبقى احلى بكتير. انا بلعب كوره في كيكس بقالي شهرين بس انا اصلا طول حياتي كنت بلعب كوره على طول مع اخويا وكده، فدي كانت حاجة يعني احنا بنبوند يعني واحنا بنعملها مع بعض بس. فانا حاسه ان انا بقيت اتحسن لما دخلت كيكس اكتر، وبالذات لما جينا هنا النهارده دي اكسبيرينس لذيذه يعني، وشفت بقى يعني الملعب كمان حلو قوي اصلا.